السلامة مدام. سلام. لاباس؟ احنا باش نحكوا ولدي ضحية من ضحايا الكرة. ولدي ما مشاش يعني للسطاد باش يتفرج ولا حاجة. ولدي ديجا يعني عارفه اللي يخدم معاه يخدم هنا في باب بحر يبيع في البطاطا شوي بس. ولدي يخدم معاه النهار بعشرين دينار. ولدي هو عارفه اللي يهزوا للسطاد باش يبيعوا البطاطا ذي يعني كليب تلعب دربي وكل شيء يلعب وكل. ولدي قديش عمره مدى؟ ولدي عمره 20 سنة دخل في 21 سنة. ولدي مش يخدم يعني يخدم يبيع في البطاطا يعني تقصد شيبس؟ صارت العركة ما بين البوليسية والحرفاء ما ماتش بالضبط فانا ماتش الدربي تاع الافريقي اللي اخر واحد اللي تشدت فيه العباد بعثوهم ايداع الحبس منهم ولدي. ولدي يخدم ولدي تضرب على ساقيه ولدي توا في الحبس ساقيه بالمادة. ولدي خرج جلسة 80 واحد الناس كلها روحت خاطر بالمحامين. انا ولدي بلاش محامي ما روحش وانا ديجا نعطي وين حتى نخدم نصابه قدام باب المجازا جنرال من هنا. ولدي يخدم في باب بحر هذيك والحكم الكل والعباد تعرف. ولدي يخدم نهار بعشرين دينار مع السيد هذايا يعطيني عشرة وعشرة منها ركوب ومنها دقان ومنها مصروف. يعني انا ما نتحملش حد شيء على خاطر عنده خو مربوط مكسبي زوز والزوز توا في الحبس. ولدي هذا مشى مضروب مكسره برويته في الحبس ساقيه بالماده. ولدي العباد خرج جلسه نهار 22 في الشهر هذايا بلحت لولا. ولدي الناس كلها روحت على خاطر بالمحامين. ولدي بلاش محامي ما روحش. ولدي هيا الورقه نجبدها توا من المحكمه نلقاها مدد له شهر باش يخرج من الحبس. علاش باش تبرى ساقيه على خاطر ما عندوش محامي على خاطر زوالي على خاطر ما عنديش علاش ها واللي ما عندوش محامي ربو مات. احنا حطينا ربي راه في الوجود مانيش حاطه حد شيء. هي سي قيس عايد قال له ابعث لي الحبس قلنا خلي ابعث لي الحبس مشى تو نهار الجلسه ولدي راهو يعني انا شنو نعمل ها كي ما عملتش لولدي محامي يعني الناس كل منين باش نجيب له انا؟ مدام اللي تشدوا معاه الكل خرجوا؟ اللي تشدوا كلهم روحوا، انا جيت متأكدة من المعلومة محمد انا 1000% قلت لا المعلومة انه المعلومة بالضبط انه الاولاد تخرجوا ولدي خرج 22 لا احكي لك على المعلومة الاولاد اللي تشدوا معاه كلهم خرجوا؟ كلها روحت متأكدة حتى متاع المنشار روح ها؟ كلهم محامين ولدي بلاش محامي ولدي ما روحش ولدي مضروب في الحبس ولدي ساقي بالماده ولدي مريض بالعصاب ولدي بفكوله الورقه وماهوش يعطوا فيه في الدواء. انا البارح كنت عند ولدي بعد برحت له محكمته اللي هو بالوارو انصبت ولميت ما كتب مشيت لمحكمته الناس كلها روحت وانا ما روحتش. لعبت علي دوخه وتكسرت ايدي هاي وهزتني امبيلونس للسبيطار. قمت نجي روحي ملوحه في السبيطار 30 واحد قدامي باش يزبسوا خذيت تاكسي وعاودت رجعت للمحكمه نلقي ولدي طاروا بيه. نستنى للعشرة متاع الليل باش يخرج حكم ولدي. خرجت الناس كلهم مروحين هي وهذا قال لي مشوا مروح. علاش مشوا مروح؟ قال لي ولدك ما عندوش موحان. ارجع غدوة اشوف شنو هي المشكلة. على شنو؟ ولدي على الكرة وهاي. خرجوا معاه 80 بشر. الناس كلها روحت. ولدي ما روحش. وهذه ورقة البلوار اللي أنا زرت ولدي البارح. ولدي يبكي منحين ليه دواء. وما همش يعطوا فيه في دواء العصاب نتاعو فاكين الورقه اللي انا مقبله الورقه في الجيور نتاع المحكمه وتعدت معاه الورقه وفي الحبس منحين الورقه. ولدي لو يشرب في دواء عصاب ولدي لو قاعد يعدي قال لك اي شنو حكيت ساقيه؟ ساقيه مضروب في السطاد. قلت ولدي يبيع في برويته تكسرت البرويته. مشى يخدم ما مشاش لا يتفرج لا حد شيء مشى يخدم. ولدي مشى يخدم. ولدي في القرجاني كي ضربوه
ولدي في الجرجاني كي قدوه ولدي لو يلقوا عنده دقيقة وقوف أنا نقول له أحبس. ولدي مطلبوا في مقدماته للجيش يعني جانا الرد بعد جمعة ولدي باش يمشي، بعت لي ولدي للحبس حطمهولي يعني ما عادش حد شيء، المستقبل كله مشى. 80 واحد قلت خرجوا على الكرة مع ولدي كلهم بالمحامين. ماكش قادرة انك تعمل له محامي؟ مانيش قادرة لا نعمل محامي ولاني قادرة باش نهز له قفة. انا كي نمشي نشوفه كيما خليت ولدي دمه يبكي من البارح، انا راني مريضة بالسكر مريضة بالعصاب، راهو المهبول ما يعرفش داره، المهبول ما يعرفش صغاره، انا مريضة ايه؟ انا مانيش مهبول. ماكش مهبولة مانيش. ايه مريضة ايه؟ أنا تو كنت في الراس، أنا ديجا تو نزرق، مستانس يمشي معايا ولدي، نزرق زرقة العصاب وياخذ لي دواء ويروح بيه، أنا زرقة العصاب جبتها في يدي، ما زرقتهاش ولدي مشي معايا. ونوريك أنا قلت لك البارح ولدي زرته في الحبس، ولدي ساقيه الزوز مضروبين بالماد، ولدي ما روحش، من 80 واحد نتاع المنشار وروح. ولدي ما روحش على خاطر ما عندوش محامي. انا نحب هنا اللي يسمع فيا ياخذوني حقي، حق ولدي اللي تضربت عليهم في وجهي، اللي مشى صغري 24 سنه لليوم 45 سنه. انا عندي واحد اخر قرينه بسيف ومقطعين لي مصان، كي روحت بيه من السبيطار حرقوا لي بيتي بيت، قلت استنى بالضاله مش زنك بالصب علي شتا حرقوها لي. هما في ايطاليا ولدي بسبع سنين حبس، حقي ما ثماش. داري اللي تحرقت ويني ويني العوينه اللي جات وصورت؟ انا من المحمديه، ويني العوينه اللي جات وصورت؟ وينو الحاكم اللي جاني اليوم عام ونص؟ ما عندي حتى شيء وما نربح حتى قضيه، وكل ما نمشي يقولوا لي انت مريضه بالاعصاب صوتك ما يتسمعش. انتي مدام اليوم شنو هي طالبة بالضبط؟ أنا اليوم حتى عليه ربي معاه إن شاء الله وليدي ربي خصص عليه وخلص وحده، أما حمزة هذا يشوفه لي محامي يطلبني محامي، نعطي نمرويا ويقف لي محامي، وأنا كل نهار 17 ناخذ في 200 دينار نعطيهم، وجا سيد الرئيس هذوما ما عطاهم ليش، عطاهم لي بن علي الله يرحمه. ويخف علي التراب الثقيل. عطينا نمرك قديش؟ 25 9 8 9 8 5 2 25 9 8 9 8 5 2